الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. سبحانه سبحانه، لا إله غيره، واحد أحد، فرد صمد، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، موجود لا من علة، أي ليس موجود من شيء إذ لم يسبقه شيء، وهو سابق كل شيء، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الباقي الدائم الذي لا يتغير. قهر الزمان بالأولية كما أنه قهر الفناء بالآخرية، وقهر القرب ببطونه فهو أقرب إليك منك، وقهر الظهور بغيابه عن الأبصار مع كمال ظهوره سبحانه وتعالى، فقاهر في بطونه كما أنه قاهر في ظهوره، موجود مع كل شيء وليس معه شيء. سبحانه هو القريب من كل شيء، أما أنت أيها الإنسان بعيد بغفلاتك، وبعيد بشهواتك، وبعيد بجهلك وعجزك، فشتان ما بين المخلوق والخالق. المخلوق فقير والخالق غني، والمخلوق عاجز والخالق قادر، وليس بقدرة عادية بل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قدرة بلا أسباب، يخلق من العدم، يخلق من لا شيء، إرادته بالكلام كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا تدركه الأبصار لأن الأبصار مخلوقة، ولا ترى إلا من جهة، وهو بكل شيء محيط سبحانه، لا في جهة إذ هو قبل الجهات، لا يحيطون به علما، ولو توهموا وتخيلوا ما تخيلوا فهو فوق كل وهم وفوق كل خيال، لا يحيطون به علما وهو بكل شيء محيط. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والذنب الذي يستغفر منه النبي هو الذنب الذي يقع في حقه ممن كفر به، إذ لا يتصور وقوع الذنب منه، وهو المعصوم الذي حفظه الله منذ أن خلقه روحا ونورا إلى أن ظهر في صورة الشخص المحمدي، فهو محفوظ في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا استغفر من الذنب فنسبة الذنب إليه نسبة وقوع الذنب في حقه لا منه. استغفر لذنبك، فكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فكان يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، أي في حال حياتي، فإذا مت تعرض علي أعمالكم، إن كانت خيرا حمدت الله، وإن كانت شرا استغفرت الله لكم. فالاستغفار
يكون من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لاستغفارنا حتى يقبل، إذ لولا استغفاره ما قبل استغفار أحد، فهو الشافع المشفع قبل ظهور شفاعته العظمى في كل لحظة مع كل مذنب ومع كل عاصي، كما أنه هو الذي يرقي الطائعين هو الذي ينقي العاصين. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين. من مثله شرح الله صدره، من مثله رفع الله ذكره، من مثله صلى الله عليه وأمر الملائكة أن تصلي عليه، من مثله الرحمة للعالمين، من مثله الشفيع للمذنبين، من مثله وبيده مفاتيح الجنة ومفاتيح خزائن الأرض والسماوات، لا أحد مثله، إذ هو رسول من ليس كمثله شيء، فجعله ليس كمثله مخلوق. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء، وعن سائر الذرية الصالحة إلى يوم الدين، وسائر صحابة النبي الأكرمين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم يا رب العالمين. ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لما كثرت الأوامر والنواهي وتشعبت الشرائع وكثرت الآيات وتوالت، قد يتشوش المسلم فيغيب عنه كيف يبتدي وكيف ينتهي. والبداية واضحة في القرآن، كل أمر في القرآن صدره للمؤمنين بيا أيها الذين آمنوا، وكل أمر صدره الله للمكلفين قال يا أيها الناس. فلننظر في القرآن، أول أمر من أول القرآن بيا أيها الذين آمنوا، حتى نعلم كيف نبتدي. أول أمر فيه يا أيها الذين آمنوا في القرآن منذ أن تقرأ الفاتحة هو في سورة البقرة، يقول فيه الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا الأمر بالأدب مع النبي. إذن البداية هي الأدب مع النبي، بداية الأوامر كلها تقوم على الأدب مع النبي، لأن اليهود لم يتأدبوا مع النبي، فحذر المسلمين من أن يكونوا كاليهود في إساءة الأدب مع النبي كما أساءوا الأدب مع سائر الأنبياء. فبدأ بأن لقن هذه الأمة الأمر بالأدب أولا، الأدب قبل العمل، الأدب قبل العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أي لا تقولوا للنبي راعنا، وكما يقول اليهود ويقصد الرعونة، والرعونة شيء لا يليق، يقال فلان أرعن يعني أحمق، وهم يريدون أن يظهروا أنهم يقصدون راعنا من باب راعينا واجعل عينك علينا، فيقولون كلمة لها معنيان: معنى قبيح يقصدونه في قلوبهم، ولها معنى صحيح لا يقصدونه ولكن يريدون أن يظن أنهم يقصدونه حتى يخيلوا على الناس. فلما أساءوا الأدب
نهانا الله سبحانه وتعالى أن نسير على نهجهم، خصوصا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراء. فكما أساءوا للنبي اليهود، تأتي بعد أمة النبي في هذا الزمان تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليه ما لا يليق، وبالاعتراض عليه فيما أمر أحيانا أو فيما أخبر أحيانا من الأمور السمعيات، فينكرون أمور سمعيات. فمنهم من ينكر عذاب القبر، ومنهم من ينكر الدجال، ومنهم من ينكر المهدي، ومنهم من ينكر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعي أنه مفكر إسلام. فهذا لم يلتزم الأدب مع ما أخبر به النبي من الوحي. والآخرون لا يلتزمون الأدب مع الشخص الكريم، فيقولون أنه إنسان عادي، بشر معتاد. هؤلاء أيضا لم يلتزموا الأدب وصاروا في نهج اليهود. والله يبدأ أول ما يبدأ: يا أيها الذين آمنوا تأدبوا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قل كلمة لا تحمل إلا معنى واحد من جميع الوجوه. إياك أن تقول كلمة تحمل معنى صريح قد يكون فيه القبح، ومعنى غير صريح قد يكون فيه المدح. إياك أن تخاطب النبي بكلام ملتون. إياك كن واضحا كالليل والنهار، وإياك أن تكون رماديا لست واضحا كالمنافقين. إياك أيها المسلم، إن أردت أن تدخل في هذا الدين دخول النجاة، لأن كثيرا من الناس دخلوا هذا الدين ولم ينجوا بهذا الدين، بل تلوثوا وماتوا على غير هذا الدين. فالبداية هي الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كلها آيات تأمرنا بالأدب مع هذا الجناب المعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو الواسطة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بينه وبين الخلق، إذ لولاه ما خلق الخلق، لأن لولا الرحمة ما ظهر الوجود، وهو عين الرحمة أي مظهرها وهو مظهرها. فلولاه ما خرجنا وصرنا فقط عدم في علم الله، فهو سبب الوجود لكل موجود، كما أنه سبب الهداية لكل مهتدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأمده بالرحمة العامة والرحمة الخاصة. الرحمة العامة بتجلي الربوبية فهو رب العالمين، والرحمة الخاصة بتجلي الألوهية، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالألوهية تخص أهل اليمين، الفريق الناجي السعداء، ولا تخص الأشقياء بشيء، بل تقيم الحج على الشقي وتعين المهتدي على الهداية. أما تجلي الربوبية فيه فهو يعم كل الخلائق، حتى إبليس، حتى أهل النار، لأن الكل عباد لله وعبيد، والكل له مفتقر، فهو رب العالمين. وهي نحن نقول ذلك في كل فاتحة: الحمد لله رب العالمين. فهو مظهر الربوبية كما أنه مظهر الألوهية. فإذا كانت الربوبية رعاية وعناية فهو عين العناية ومصدر العناية. هذا من حيث الروحانية، لا من حيث الشخص المحمدي ابن آدم الذي ولد في مكة، ولكن من حيث الروحانية السابقة لظهور الشخص المحمدي، السابقة لكل سابق. أما من حيث الهداية فهو أيضا مجلى الألوهية بمعنى الهداية، فهو مظهر العناية والرعاية والهداية،
فإذا كان هو مظهرها فلا بد أن يوقر وأن يتأدب معه، لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والنبي سماه الله الناس في القرآن، لما حسدت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءت الرسالة إليه وهو عربي من أبناء إسماعيل ونزعت من أبناء إسحاق ويعقوب، فحسدوه مع إقرارهم بأنه نبي بمقتضى ما علموه من التوراة، فكفروا به حسدا. ولذا قال الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الناس هنا في هذه الآية هو رسول الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فهو الناس. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأول شكر الناس التأدب مع من أظهر النعمة الله على يديه. ولذا كان التأدب مع النبي أولى حتى من التأدب مع الأب والأم. وقد قرن الله بر الوالدين بتوحيده وعقوق الوالدين بإشراكه. فإذا كان الوالدين هم أصحاب نعمة الوجود الظاهرة لوجودك ورعايتك في الأكوان، فوجب أن تحسن إليهما أحياء وأمواتا، لأنك لو كفرت بنعمتهما تكون بالله أكفر. فانظر إلى أصل هذا الوجود وأبو هذه الأكوان من حيث الروحانية، فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل ما استمد الأب والأم الرحمة في قلبهما لأبنائهما إلا بشعاع من الرحمة العامة التي نشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتبرنا أن الرحمة كالشمس، خرج من هذه الرحمة أشعة اخترقت كل قلب، حتى الحيوان الذي يرحم ابنه مخافة أن يطأه. فالكل مستمد من الرحمة العامة. فمظاهر الرحمة في الأكوان مصدرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخالقها رب العالمين، وكنزها وجمعها في هذا القلب الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فإذا كان بداية الأمر كله هو الأدب، فمن سبقك في الأدب سبقك إلى الله، ومن تأخر في الأدب تأخر بقدر تأخره عن الوصول إلى مولاه ومبتغاه. ولذا تنافس الصحابة في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من كان لا كان يحمل نعله الشريف إذا جلس، ومنهم من كان لا يستطيع أن ينظر إليه من توقيره وتبجيله صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا جلسوا أمامه جلسوا كأن على رؤوسهم الطير، وكان لا ترفع الأصوات في مجلسه، وكانت لا تذكر الحرمات في مجلسه ولا العورات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بفاحش ولا بذيء، ولا يحب الفحش ولا التفحش. فكل إنسان فاحش بذيء قليل الأدب بعيد عن رسول الله، ولو كان ليل نهار يعيش وسط المسلمين ويذكر الله بلسانه وقلبه ما زال فاحشا متفحشا. فإياك من الفحش والتفحش. فلذا كلما أردت أن تقول كيف أبدأ، وأول خطوة إلى الله هي الأدب مع رسول الله. ولكي تتأدب مع رسول الله لابد أن تتأدب مع الخلق أجمعين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجل النعمة وإن دقت، وكان يجل خلق الله لأنهم منسوبون إلى الله، والكل شيء يأخذ شرفه بنسبة ما نسب إليه. فكل من تتعامل معه عبد الله، يكفيك هذه النسبة تشريفا له، حتى لا تحتقر أحد ولا تسخر من أحد ولا تتجسس على أحد، لأنهم مكرمون من قبل مولاهم ولو كانوا كفارا. لقد كرمنا بني آدم، قال بني آدم، ومعلوم أن بني آدم من كل 1000 واحد في الجنة و999 في النار.
يعني حتى أهل النار مكرمون لأنهم من بني آدم أبناء الأنبياء. كل من يسير على وجه الأرض أبناء الأنبياء، أبونا آدم نبي ونحن أبناء الأنبياء، فكيف لا تتأسى بالأنبياء وتتأدب بالأنبياء؟ ثم شرفك أيها المسلم لا يعلوه شرف لأنك تابع لنبي الأنبياء الذي اقتدى به كل الأنبياء في عالم الأرواح، واقتدى هو في عالم الأشخاص بسرائر الأنبياء. فمن أصول دعوته الإيمان بكل نبي والتصديق بكل نبي حتى لا نفرق بين أحد من رسله. فالبداية الأدب أيها المسلم، ولذا قالوا في التصوف التصوف هو الأدب، لأن علموا البداية. أهل التصوف أهل حقائق وأهل معاني شريفة وأهل أنوار، فلخصوا الأمر كله بالأدب. فإذا أردت أن تعرف التصوف عرفه بالأدب، لأنه هو أول خطوة الأدب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. فإذا أردت أن تتأدب فانظر إلى نبيك، اجعله روحا لروحك من جميع الوجوه، اقرأ سيرته، اقرأ سنته، كيف كان يتعامل مع الناس ومع الحيوان ومع العدو ومع الصديق ومع الكبير ومع الصغير ومع المرأة ومع الحيوان، كيف كان يتعامل؟ أحبه الجماد قبل أن يحبه الحيوان والنبات، وأحبه الإنسان حتى الذين حاربوه كانوا يحبوه. لماذا؟ لأنه كان في غاية الأدب، حتى أنهم تعجبوا من أدبه، وهو اليتيم الذي تربى في جزيرة العرب. من أدبه؟ لا مدارس ولا بروتوكولات تربية ولا سياسات للتربية، يعيشون خلف البهائم في الصحراء، يعبدون بعض الأحجار، وكل غايتهم في الحياة أن يشربوا الخمر ويقولوا الشعر ويزنوا ويسطوا على بعض القبائل، هذه غايتهم. هو نشأ في هذه البيئة، تعجبوا من أدبه، من رباه؟ من أدبه؟ فقال أدبني ربي في أحسن تأديبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردت أن تبتدي أيها المسلم فابدأ بالأدب وانتهي بالأدب. ابدأ بالأدب مع الخلق أجمعين، مع الخالق والخلق، وانتهي بالأدب مع الله، لأن آخر نداء يا أيها الذين آمنوا في القرآن في سورة التحريم، وكلنا يحفظ سورة التحريم في الجزء 29، يحفظه كل أطفال المسلمين، جزء تبارك سورة التحريم، جزء قد سمع في الجزء 28، آخر سورة في الجزء 28. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، آخر نداء، بعده لا يوجد يا أيها الذين آمنوا تاني. فأنت محصور أيها المسلم بين الأدب مع الرسول وسائر الخلق وبين التوبة إلى الحق. فالتوبة إلى الله أدب مع الله، فتبدأ بالأدب مع الرسول وتنتهي بالتوبة من الذنوب جميعا إلى الله، فتصل إلى الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لماذا يقولون أتمم لنا نورنا؟ لأنهم يجدون بعض أهل الإيمان على الصراط، وهو على متن جهنم وهو الطريق الوحيد إلى الجنة، ينطفئ نورهم فلا يكتمل، والبعض الآخر ينير وينطفئ وينير وينطفئ، فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا حتى ننجو من الصراط إلى الجنة. والنبي يقول الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان. فإذا أردت أن يستمر نورك على الصراط فداوم الصلاة، وإياك أن تتقطع وتنقطع فيها. صلاتك في الدنيا هي نورك على الصراط، بقدر محافظتك عليها ومداومتك عليها على الوجه الأكمل، بقدر كمال النور واستمرار النور. فكما تقدم لنفسك الآن تحصده في آخر الزمان. فالصلاة نور، فإياك أن تفرط في الصلاة،
تسمع الأذان وأنت مشغول في أمور تافهة تضيع الصلاة، أو تكسل أن تذهب إلى المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى طول عمره في المسجد إماما بالناس، ولم يتخلف عن صلاة الجماعة إلا فترة مرض وفاته فقط أيام معدودة، ثم لقي ربه وكان آخر كلمة يوصينا بها الصلاة الصلاة الصلاة. فعليك أن تتأدب مع نبيك بتوقيره وتعظيمه واتباعه والتأسي به، وأن تكون مظهرا للرحمة حيثما حللت، ثم تتأدب مع الله بدوام التوبة إليه والإقبال عليه، لعل الله سبحانه وتعالى يتم نورنا خلف هذا النبي النور، فيأخذ بأيدينا إلى ربنا. توبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، ولما كان الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو البداية، فالأدب مع أمة النبي هو الطريق الموصل إلى النهاية. ولذا تأتي الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، وأنت كثيرا ما تظن في الناس السوء، إياك إياك، فالظن السوء ليس أدب مع الناس. الأدب أن تظن السوء في نفسك والخير في غيرك، أما أن تظن السوء في غيرك وتظن الخير في نفسك فهذا من باب التزكية، والله يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. فإياك إياك أن تظن السوء في غيرك وتظن الخير في نفسك، وإلا تكون كإبليس الذي يشكر في نفسه ويرى نفسه أفضل من آدم. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ورسول الله في الحديث الصحيح يقول: عباد الله لا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تجسسوا أي لا تبحث عن عيوب الغير التي يريد أن يخفيها، فإذا أراد أن يتستر عنك بعيوبه فلا تتجسس لتظهرها فتفضحه. ولا تحسسوا، والتحسس هو مجرد أن تلتمس أخباره الخفية سواء كانت معيبة أو غير معيبة، فالتحسس أعم من التجسس. التجسس أن تتجسس على العورات فتنشرها، والتحسس أن تتجسس على أخباره مطلقا سواء كانت عورات أو غير عورات، فتشغل نفسك بما لا يعنيك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، انشغل بنفسك وبخطئك ولا تعلق أخطاءك على الناس، فالذي يرى الناس في أخطاء فالناس مرايا لك، فأخطاء الناس هي أخطاءك رأيتها في مرايا الخلق، فاعتبر أن الخلق مرايا تظهر عيوبك، فإذا نظرت إلى الخلق وجدت العيب فاعلم أن العيب فيك انعكس إلى عينك من مرايا الخلق، وبالتالي لا تحتقر أحد. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذه الآيات التي قلتها يحفظها كل مسلم، ولكن قليل من يعمل بها وقليل من يتحقق بها، فعلينا أن نكون من هذا القليل.
إياك أن تكون من الكثير الكفور ومن الكثير العاصي، كن من القليل الشكور، وقليل من عبادي الشكور. وذلك كله يكون بأن تسأل الله العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. قلل الاعتراض على الخلق وعلى الحق، قلل الاعتراض على أقدار الله في عباده وفي نفسك. إياك أن تعترض على حكم الله في الكون أو في الشرع. أقبل على الله في أحوالك كلها، أعبد الله بما أقامك الله فيه، انظر فيما أقامك واعبده بما أقامك. فإذا أقامك في مهنة فأتقن هذه المهنة، فإن الإتقان عبادة المهن. فإليك أن تتقن مهنتك حتى تحسنها وتقوم على الوجه الأكمل، فتكون ناصحا للناس من خلال مهنتك، وتكون عابدا لله من خلال ما أقامك فيه. وإن كنت تاجرا إياك بالغش، وعليك ألا تحتكر السلع حتى ترفع الأسعار على الناس، فالتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وإن كنت قاضيا فأعدل في القضية والحكم، فمن بين كل ثلاثة قضاة اثنين في النار وواحد في الجنة. وإذا كنت في أي مهنة أو في أي عمل أقامك الله فيه، عليك ألا تلتفت لغيره، فتكون في عملك غير راض عن العمل وتبحث عن غيره، فلا تتقن هذا ولا تجد ما تبحث عنه. ولكن ارضى بما قسمه الله لك، وأتقن ما أنت فيه تكون أغنى الناس. ونحن في زمان نبحث عن المتقن، نبحث عن المتقن، والمتقن أصبح سلعة غالية في كل مهنة وفي كل مجالات الحياة، حتى في مجالات الدين والتدين. أصبح المتقن لما أقام الله فيه سلعة نادرة غالية، فكن أنت هذه السلعة النادرة الغالية أيها المسلم، ولا تنشغل بما ليس في يدك، بل احمد ربك بما أعطاك في يدك ويسره لك، فإنما يسر لك ما يكون سببا للوصول إليه، فلا تجعل أسباب الوصول هي أسباب القطع والانقطاع والبعد. ولذا اقنع بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، ولا تنظر لما في أيدي الناس يحبك الناس، فلا تشغل نفسك بغيرك، قد بسط الله رزق لغيرك وقبض عنك، فلا تحب ربك ولكن حب الله، لأنه إذا قبض عنك شيء علم أنه لو بسطه لك لأسأت استخدامه فحماك منه، فحماك منه ما قبضه عنك كراهية فيك، بل حبا لك، كما أنك تمنع ابنك من اللعبة الخطيرة التي يريد أن يلعبها والتي قد تودي بحياته. فكذلك ربك يحوطك ويحفظك، فربما قبض عنك ما تريد أن يبسطه فتكرهه، ولكن هو قبض عنك ما يفسدك إذا بسطه. والله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فكن مسرورا بربك، راضيا عنه، محبا إليه، مقبلا إليه في السراء وفي الضراء، وفي المرض والعافية، وفي الغنى وفي الفقر، وفي الرفع وفي الخفض، وفي العز وفي الذل. في كل أحوالك كن مع الله على ما يريد يكن معك على ما تريد. هذا هو الأدب مع الله. فإذا تأدبت مع الله بالرضا بأحكامه في أقداره وقضائه، والرضا بحكمه في شرعه، والقيام بواجبات شرعه، وتأدبت مع رسول الله الذي جعله واسطة لوصول هذا الخير إلينا، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود، لولا روح النبي ما ظهرت الأرواح ولا الأجساد ولا العوالم، ولولا قلب النبي ما نزل قرآن أنزله على قلبك لتكون من المنذرين. لو نزل على جبل ما استطاع، نزل على القلب فجعله يستطيع. وليس كل قلب يتحمل، بل قلب واحد من الخلق هو الذي يتحمل كلام الله، هو قلب نبيك. إذ لولا قلبه ما نزل قرآن، ولولا لسانه ما تيسر القرآن، لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود. ثم يأتي الجهلة يقولون لا واسطة. هذه الكلمة القبيحة التي في ظاهرها مليح، كطريقة اليهود بالضبط، يقول الكلمة التي في ظاهرها يغتر بها الناس وفي باطنها الكفر، ككلمة راعنا، يقولون لا وسائط،
إذا قلنا لا وسائط واستمرنا فهمناها، إذن لا وحي ولا نبوات ولا رسالات، لأن الرسالات والنبوات هي وسائط هداية الخلق، فكيف لا وسائط؟ ثم يأتي ويعلل ويقول الله لا يحتاج لواسطة. الله لا يحتاج لواسطة كلمة حق يراد بها باطل. الله لا يحتاج لأنه غني مستغني، لكن العبد يحتاج لأنه عاجز فقير. أنا الذي أحتاج للواسطة، أما الله لا يحتاج، فيسحب حكم الله على العبد فيجعل العبد بوصف الحق. انظر كيف يبدلون الكلمة عن مواضعه، كاليهود يقولون راعنا، لها معنيان، معنى صريح قد يظن منه أنه صحيح، ومعنى قبيح يؤدي إلى الكفر، ككلمة الله لا يحتاج لواسطة. إذن أنت لا تحتاج لواسطة، الله لا يحتاج لواسطة مسلمين، لكن لا يستنتج منها أن العبد لا يحتاج لواسطة، لأن الذي لا يحتاج هو الله والعبد يحتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بالضبط عندما يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء، هل قال هم قريب ولا قال إني قريب؟ فالقرب صفة الرب وليس صفة العبد، فيأتي بالآية ويسحب صفة الرب على العبد فيقول أنت قريب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذن أنت قريب. انظر كيف يلون الكلمات عن مواضعها فتخيل على العوام ولا تخيل على أهل الهداية. فالله إذا كان قريب فالعبد بعيد، أولئك ينادون من مكان بعيد، فالبعيد يحتاج إلى من يقربه، والذي يقربك أن ترجع إلى تذهب إلى النبي، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا ذهبت إلى النبي وجدت الله قريب، وإن لم تذهب إليه تجد نفسك بعيد. فاليهود اعتادوا أن يبدلوا الكلم عن مواضعه، وهناك من فرق المسلمين من اقتبست هذه المدرسة اليهودية وأدخلتها في النصوص الشرعية فبدلوا الكلمة عن مواضعه. فإياك إياك، احذرهم كل الحذر، لأنهم لا يعلمونك الأدب لا مع الله ولا مع الخلق ولا مع النفس ولا مع الرسول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأدب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وفي أزواجنا وذريتنا وأقربائنا، وبارك لنا في أبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في نبينا وفي آل بيت نبينا يا رب العالمين وذريتهم، وبارك لنا في علمائنا ومشايخنا وذريتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أحسن الراعي والرعية. اللهم انزع الدنيا من قلوبنا وقلوب ولاة أمور المسلمين، واجعلها في أيدينا خدمة لنبيك ودينه وشرعه وسنته يا رب العالمين. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم كما بلأتنا مسلمين فتوفنا مؤمنين، وأعدنا محسنين غير خزايا ولا مفتونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعفيته، ولا مسلما إلا حسنت خاتمته، ولا حاجة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لنا ولسائر المسلمين
من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك لنا ولهم من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.